لو فتحت اي فيديو بيتكلم على الجالاكسي نوت 20 هتلاقيه غالبا بيتكلم عن ازاي ان الظهر ده بلاستيك، ازاي الشاشة دي 1080 بي بس، ازاي الشاشة دي 60 هرتز مش 120 او مش 90 هرتز، ازاي المعالج ده اكسنوس وفي سناب دراجون اعلى منه ب 10% و15%، كل الحاجات دي هيتكلموا عنها، لكن في حاجة واحدة بس مش هيتكلموا عنها غالبا، ودي الحاجة اللي انا هتكلم عنها النهاردة. اهلا بيكم في حلقة جديدة من فلوجات جدو، اظن دي الحلقة السادسة. اخر مرة عملت فلوجات جدو دي من سنتين تقريبا. ببساطة فلوجات جدو دي سلسلة هتكون بتكلم فيها بشكل عشوائي، السلسلة دي مش سكريبتد، يعني انا مش كاتب الكلام اللي انا هقوله، وانا هقوله كده قدامكم اول مرة من دماغي على طول، وافكار غير مرتبة عن موضوع معين انا عاوز اتكلم عنه، ويعني حتى الايديت هيبقى ايديت بسيط كده، اللي هو هشيل بس الحاجات الوقفات اللي في النص اللي ملهاش لازمه، ولكن الباقي هحطه عادي، حتى لو غلطت كده ممكن برضو احطه عادي. فيلا بينا نبدا اول حلقه. والحاجه اللي انا جاي اكلمكم عنها النهارده هي ببساطه السوفت وير وتجربه الموبايل. كل الناس هتتكلم على الهارد وير، وازاي ان الهارد وير مهم قوي، وازاي مش عارف فرق ثانيتين في فتح تطبيق ما اعرفش مين، وفرق مش عارف ايه، والكلام الفاضي ده كله. ولكن في الواقع لما تيجي تمسك الموبايل، لما تيجي تستخدم الموبايل في مهامك اليوميه، فاهم حاجه بالنسبه لك هتكون هي الموبايل ده بتستخدمه في ايه، الموبايل ده هتستخدمه ازاي، الموبايل ده هيقدم لك ايه اضافات حقيقيه، اضافات حقيقيه اللي هي انت هتستخدمها، وبالتالي كل الحاجات دي السوفت وير هو الاساس فيها. بمعنى انت لو جيت مسكت الجالاكسي نوت 20 مش هتلاقي موبايل زيه بيقدم لك طرق الاستخدام وسيناريوهات الاستخدام اللي انت ممكن تستخدم، يعني تتعامل معاها مع نوت 20. مفيش موبايل مثلا هيديك القلم، مميزات القلم بس، يمكن مميزات القلم بقت مستهلكه، احنا اتكلمنا عنها كتير قبل كده، الناس كلها بقت عارفاها، فكره انت تكتب وترسم وتسكتش والكلام ده كله. الموضوع هنا مختلف تماما، هنا السوفت وير خدك لمستوى تاني، القلم جزء منه ولكن في حاجات تانيه غير القلم، يعني مثلا الانتجريشن ما بين ويندوز والموبايل ده تقريبا، او سامسونج هي احسن موبايل ممكن تشتريه يكون مترابط مع الجهاز بتاعك سواء لابتوب او بي سي، ان انت تقدر انت تكتب حاجه هنا على الموبايل وتعمل لها كوبي فتلاقيها، او تعمل بيست بقى على الكمبيوتر على طول، تكتب حاجه وتعمل لها من الكمبيوتر كوبي وتعمل بيست هنا على طول، اي حاجه تشير الملفات بسهوله بالسامسونج فلو واليور فون، اسف على الدوشه اللي احنا فيها دي بس يعني هحاول اعلي صوتي. تقدر بقى ان انت تفتح برامجك اللي على الموبايل على الكمبيوتر وانت بتستخدم اللاب بتاعك او الكمبيوتر عشان ما تحتاجش تمسك الموبايل كتير، تقدر ان انت تعمل مكالمات من الكمبيوتر نفسه، تقدر تعرض شاشة الموبايل لاسلكيا او سلكيا على الكمبيوتر. دي حاجات كلها هتلاقيها عند سامسونج. يور فون شغال مع شركات تانية كتير، ولكن التكامل الكامل بقى هو مع موبايلات سامسونج، لانه سامسونج حط لك الاوبشن بتاع يور فون ده جوه النظام نفسه، لان سامسونج عامله شراكة مع مايكروسوفت. فالفكرة انه ده بيديك استخدام اعلى من اي حد. مش بس كده، تعال نروح لحاجه تانية زي السامسونج ديكس. هتفتح الموبايل ده وقدامك تلفزيون، هتروح عامل تكه واحده تلاقي الموبايل مش بقى اتحط على التلفزيون وكاستنج والكلام ده، لا تلاقي الموبايل بقى عامل زي الديسك توب على التلفزيون، تقدر تعمل مالتي تاسكينج، تقدر تعمل حاجات اكنك على الديسك توب، وهتلاقي برامج مايكروسوفت برضو شغاله بشكل لطيف جدا عليها، اللي هي اوفيس، كمان البراوزر سواء ايدج او سامسونج براوزر، تقدر تستخدم الموبايل كأنه الكيسه بتاعتك والشاشه قدامك، ولو معاك كيبورد او ماوس تبقى حاجه لطيفه جدا توصلهم بالموبايل، ولو معاكش الموبايل نفسه هيشتغل ككيبورد والماوس بتاعك، وتبقى حاجه لطيفه جدا ان انت تقدر ان انت في اي وقت تعمل حاجه زي دي. برضو ده سيناريو واستخدام جديد هيدولك الموبايل ده. بس فكره بقى السوفت وير نفسه معمول بدقه، معمول بكده يعني في فلسفه، في تظبيط، في كل حاجه انت تتخيلها. انا على فكره جاي من سوفت وير هواوي، انا كنت بستخدم الاونر فيو 20، فجاي من سوفت وير هواوي، حاسس ان انا دخلت في عالم تاني خالص من التظبيط. ففكره السوفت وير، انا مش جاي اتكلم النهارده عن نوت 20 يعني اتكلمت عنه، بس انا جاي اتكلم يعني عن السوفت وير، واخد النوت 20 مثال لانه الاغلب هيتكلم على قد ايه الموبايل وحش عشان هارد وير فيه تنازلات عن قبل كده، ودي حقيقه انا معاكم جدا، وعامل ريفيو لسه على الموبايل هيكون فيه كل التفاصيل، ولكن برضه لازم نتكلم ان السوفت وير اصلا حته تانية، الموبايل ده مفيش موبايل تاني بينافسه في الحاجات اللي هو يقدر يعملها. لو انت اصلا مهتم بالحاجات اللي بيقدمها النوت، انت مش هتلاقي موبايل تاني ينافسه، مش هتلاقي موبايل تاني تقدر تختار ما بينه وما بينه. يعني لما تيجي نحط ون بلس وشاومي ومش عارف ايه، هنا ده في حته تانية لوحده، لو انت بتستخدم الحاجات دي فانت مش هتلاقي منافس. ف
هتضطر تشتري من الاخر يعني. لكن لو انت مش بتستخدم الحاجات دي، فانا دايما بقول لك النوت مش لكل الناس. فانا ممكن اقعد اتكلم لك عن روعه السوفت وير وروعه الانتجريشن، انت عندك اصلا ما عندكش بي سي مثلا، حاجه ملهاش لازمه، انت مثلا ما بتستخدمش القلم، في حاجه ملهاش لازمه برضه. فالنوت مش لكل الناس، ولكن للناس اللي محتاجين المميزات دي، للناس اللي هيهتموا وبيقدروا المميزات دي، مفيش منافس للنوت في الحته دي خالص. مفيش حد هيعمل لك الانتجريشن وهيقربك من الايكو سيستم بتاع ابل، وهيستغل الهاردوير بشكل ممتاز جدا، وهيديك مميزات الدكس والدكس وايرلس وبسلك، ويديك مميزات السامسونج فلو واليوروفون بشكل ممتاز جدا. الحاجات دي كلها سامسونج بس اللي بتعملها، بقت مهتمة اكتر بانه الـ يعني التجربة بتاعتك تبقى ممتازة. حاجة من الحاجات برضو اللي الناس بتتكلم عليها هي البيكسل، موبايلات بيكسل من جوجل. وصحيح برضو ان جوجل غريبة شوية ولازم ننتقدها ونتكلم عنها والكلام ده كله، ولكن برضو موبايلات بيكسل بتقدم تجربة سوفت وير اعلى من تجربة الهارد وير. جوجل شركة سوفت وير، وبالتالي بنشوف انها بتركز لنا على الكاميرا، تحديدا سوفت وير الكاميرا، ازاي تقدر تديك كاميرا تطلع على الموبايل وتصور، تديك صورة رهيبة جدا في اي وقت في اي حالة. فالكاميرا بتعمل سحر، السوفت وير هو اللي بيعمل السحر ده مش الكاميرا نفسها. وبالتالي الحكم على البكسل دايما من جانب الهارد وير بس هو ظالم شوية، لانه البكسل موجه لحاجة معينة، انت عاوز موبايل بيصور. حتى الناس اللي مهتمة قوي بالتصوير تلاقيهم يعني البكسل بقى بالنسبة لهم الموبايل المفضل ومش عارفين يسيبوه. نفس الفكرة في النوت، الناس اللي مهتمة قوي بالمميزات دي مش عارفين يسيبوه لانه مفيش منافس. نفس الفكرة عند البكسل برضو، نفس الفكرة انه الكاميرات بتديك نتائج جامدة قوي في اي وقت، فمخليهم متعلقين بالموبايل ده. انت بتشتري البكسل، سواء بتشتري الحاجة الصغيرة من البكسل او الحاجة العالية من البكسل، وانت عارف ان الكاميرا هتبقى جامدة جدا. نفس الفكرة لما بنيجي نتكلم على موبايلات ارخص شوية، ونتكلم بقى على الاوبتمايزيشن والتظبيط والتهيئه ما بين السوفت وير والهارد وير، وازاي انه في شركات بتعرف انها تخلي الموبايل بتاعها يطلع اقصى ما عنده، وفي شركات تانية بتخلي الموبايل بتاعها عجوز مش عارف يطلع اقصى ما عنده. السوفت وير مهم مهم، لانه هو كل حاجه، هو اللي بيخليك تستخدم الموبايل، هو اللي بيخلي الحديده دي ماشي، اللي هي الموبايل يعني مش النوت تحديدا، ليها قيمه. من غير السوفت وير، من غير ما يدوك المميزات دي، فكل كل الحديد ده ملوش لازمه. من غير السوفت وير، المعالج اللي احنا بنتكلم عنه برده مش هيبقى ليه لازمه، لانه مفيش حاجه يشغلها. ففكره اهميه السوفت وير، وان هو ما يبقاش حد بيتكلم بقى انه التجربه بتاعت الموبايل ده مختلفه، وانه كله هيبقى بيركز على الحاجات السطحيه اللي هي بص الظهر من بلاستيك، بص ده في 10% مش عارف زياده، بس فعلا الموبايل ده بيعمل لك اكتر، بيعمل لك اكتر من اي حد. اه انا معاك ان دي تنازلات، بس بيعمل لك اكتر من اي حد. طبعا برضو تاني ده مش ريفيو، للنوت 20 لسه ريفيو هينزل، انا بجرب الموبايل لسه، بس انا عاوز اتكلم على السوفت وير بس في الفيديو ده. فده اللي انا كنت عاوز اتكلم عنه النهارده. مش عارف انا وصلت الفكره ولا لا، بس انا كنت متحمس زياده على التجربه بتاعت النوت 20، ان هو يعني هو موبايل هاردوير انت بتتضايق انه في تنازلات زي دي، سوفت وير انت بتحس ان هو مفيش منافس اصلا للنوت 20. انت بتتكلم عن حاجات انا عمال استفيد بيها ومميزات فعليا انا ما شفتهاش قبل كده عند حد تاني. لما استخدمت حتى الايفون ما كانتش بنفس الفكره دي، ليه؟ عشان انا معيش الايكو سيستم بتاع ابل. ولكن هنا انا بقدر اعمل الايكو سيستم في البيت رخيص يعني هنا اقدر ان انا استخدم اي لابتوب اي بي سي عندي، واربطهم ببعض ويشتغلوا مع بعض، ويبقى في ايكو سيستم من غير ما اضطر ان انا ابيع كليتي او ابيع اي حاجه في البيت عشان اشتري اجهزه ابل. انا عارف ان بعضكم هيبقى برضه لسه مش مقتنع باللي انا بقوله، بس مع الوقت انا متاكد ان كله هيبقى مهتم قوي بالتجربه اكتر، مهتم قوي ان الموبايل ده يقدم لي ايه مميزات استخدمها، يقدم لي ايه اضافات، يقدم لي ايه سوفت وير اكتر ما هو يقدم لي ايه ارقام، يقدم لي ايه حاجات سطحيه بس كده. ده كان فيديو النهاردة، أتمنى يكون عجبكم، ولو عاوز تقول أي رأي مخالف فانزل اتخانق معايا تحت في التعليقات، أنا ما عنديش مشكلة. رأيي ده ممكن يطلع غلط، ممكن تكون كنت متحمل زيادة عن حاجة، كنت متضايق زيادة من حاجة، فعادي جدا أنا ممكن أكون غلطان. ممكن تنزل تحت في التعليقات تقول لي كنت غلطان في إيه، بس أهم حاجة يكون بهدوء من غير ما تنفعل بقى، لأن إحنا بنتكلم في حاجة عادية جدا وهي الموبايلات اللي إحنا بنحبها. سلام.